سجل منتخب المغرب الهدف الأول في مرمى البرتغال خلال المباراة الجارية بينهما الآن ضمن منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 مباراة المغرب والبرتغال مقامة حاليا على أرضية السادس السمامة في إطار منافسات ربع نهائي كأس العالم وجاء الهدف عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول بعد إرسال يحيى عطية لكرة عرضية رائعة استقبلها نصيري برأسية سكنت الشباك وكان منتخب المغرب قد استطاع التأهل من دور الستاشر بالفوز على أسبانيا 3 صفر بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي